تعرف انت دائما صاحب الدعوه هو دائما وصاحب المبادره هو من يلزم بزمام الامور. اليوم الوضع يعني حقيقه بعد ما دعا الى سماحه السيد كان حقيقه وللان الوضع خطر جدا، وهنالك هجمه كبيره جدا ضد الاسلام، ضد المراجع الدينيه، ضد اولياء الله. يعني حقيقه من بعض المندسين وبعض الجوكريه وبعض المحسوبين على متظاهرين تشرين ببداية الأمر. تعرف حضرتك من كانت متظاهرة تشرين كان الكل متعاطف معها، وخصوصا سماحة السيد بدعمه لوجستيا وحتى بالمظاهرات. بس عفوا عدت للمصطلح الجوكرية والهذا، نعم. علما أنكم تحدثتم في وقت سابق وتغريدات للسيد الصدر، نعم، بالابتعاد عن هذه المصطلحات واستخدامها، لأن هذا تشويه، نعم، لتظاهرات إصلاحية، نعم، في حينها كانت. هذا كان في بداية الأمر، وكانت المتظاهرات يعني تنسيقياتها وأطروحاتها وسلميتها. لكن في الآونة الأخيرة تعرف حضرتك بدأ التجاوز والتطاول على مؤسسات الدولة، على الممتلكات الخاصة، وصلت إلى مرحلة أنه تهديد لأصحاب المتاجر ومحلات، في حال لم تعطينا الأموال أنا أسوي ما أسوي أو أحرق محلك بالليل. وصارت وصل الحرق لمن؟ وصل الحرق حتى إلى المخازن في منطقة الشورجة وبعض المحافظات، كذلك مساومات على بعض المدراء العامين، ما خليكم مكانك إلا تعطينا، قاعد نحكي على البعض إحنا. وصلت مرحلة أنه بيع وانتشار. هاي مؤخرا لو بالبداية عندما كنتم داعمين؟ لا لا، هذا مؤخرا مؤخرا، هذا اللي صارت في بداية الأمر. نحن من الداعمين وللآن نحن من الداعمين إلى المظاهرات السلمية المطالبة بالحق. أستاذ كريم ما نحيد عن هذا الأمر، نحن مع المطالبة بالحقوق، لكنه بشرطها وشروطها، بسلميتها، لا بالقوة والإجبار والحرق وحرق الإطارات وقطع الطرق وإغلاق المدارس. احنا ضد هاي الفكرة.